ووكر بيتس ساوثهامبتون نقطه، ارنولد ليفربول نقطه. كنت متوقع ان ارنولد ممكن يجيب لي عدد اكبر من النقط. كان وحش قوي، كان وحش قوي في روبرتسون. وحش قوي بس عمل كروس بتاع بس صلاح اللي عامل معاك البوله. صلاح يعني انا حسيت انه ممكن يبدا كويس. على فكره صلاح وصل لمرحله مختلفه من التفكير اللي هي ممكن تجيب تفكير الناس عموما بتتفرج على الماتشات. انا بقول لك يعني صلاح في الماتش بتاع الكوميونتي شيد الاسبوع اللي قبليه كان مريح نفسه، كان مهدي نفسه بتاع، عايز يبدا بدايه الدوري كويس، وده ذكاء كبير جدا. ما كانش قارص على نفسه قوي يعني، هو دلوقتي دخل في مرحله من النضج. كنت عايز ان هو عارف ان في ضغط الماتشات في ماتش اخده بالراحه وماتش اقرص فيه وماتش كده، ودي طبعا مرحله يعني متقدمه جدا ومتطوره جدا من اي لعيب كوره. سون برضو عمل ماتش كويس، لكن الماتش كان صعب جدا على توتنهام. توتنهام كانوا ماشيين قوي يا سيف، انتقادات كبيره جدا بتواجه مورينيو، طريقه لعب عقيمه وما فيش اي كرياتيفيتي او اي حاجه. كان محشوره فتره مش توتنهام وايفرتون شويه الهايلايت قوي، ايفرتون قطعوهم يعني. ايفرتون كان ممكن يسابوا 3-4 رغم الماتش في الوقت. هارت لين بيريرا ويست بروم حجازي برضو عمل نقطتين. حجازي ما بداش رغم ان الراجل لعب بثلاث مدافعين ورا، ودلوقتي كمان مضى ايفانوفيتش، فاعتقد ممكن تبقى فرصه حجازي صعبه في ان هو يبدا، وخاصه ان ايفانوفيتش هيلعب سنتر باك في ثلاثه. بيليتش السنه اللي فاتت كلها في الشامبيون شيب بيلعب ثلاثه ورا، فانا مستغرب يعني. انا شايف ان حجازي الكواليتي بتاعته يقدر ان هو يلعب في الخطه دي، بالذات ان هي متقسمه المساحه على ثلاثه حازم، يقدر ان عنده اوقات اقل للتراحيل. وبعد كمان الماتش اللي فات مع ليستر باين ان الديفنس بتاعه وحش يعني، مش ديفنس قوي، والراجل بتاعه عامل بينالتي في ال 18. انا مستغرب ان هو جاب ايفانوفيتش كبير جدا. إيه؟ كبير يعني. وهيلعبوا كمان هيلعبوا مش باك رايت مثلا، هيلعبوا ثيرد باك. هيلعبوا باك رايت في وينج باك خمسه. ما بقول لك كبير في السن قوي فعلا، وانتداب غريب جدا.